بنشوفها كمان في حاجة اسمها الشبق الجنسي الذاتي. الشبق الجنسي الذاتي يعني ايه الشبق الجنسي الذاتي؟ يعني واحد بيعمل عادة سرية بطريقة معقدة جدا عشان يستفيد من معلومة علمية صحيحة بتقول ان كلما زاد تركيز ثاني اكسيد الكربون، ثاني مش اول اللي كنا بنتكلم عليه، كلما زاد تركيز ثاني اكسيد الكربون في المخ كلما زادت الاثارة الجنسية لحظة القصف. فالولد يعمل ايه؟ يربط حبل في السقف وينزل الحبل طويل بحيث انه لما يحطه على رقبته يبقى واقف على رجليه، ما ينفعش يبقى متعلق، والحبل يبقى معمول عقدة ايه؟ عقدة متحركة، ما ينفعش يبقى عقدة ثابتة. عقدة ثابتة يعني قفله خلاص هيموت، يعني في وسخ، وكل بيبقى طول ما واقف تحت المركز العقدة كل ما الحبل مفتوح بيبقى نصف السفلي عريان عن الملابس جايب اي حاجة جنسية يتفرج عليها، وبعدين بيبعد شوية. لما يبعد شوية بيعمل ايه؟ الحبل بيقفل على العنق قليلا، هو اللي بيتحكم فيه، فيقوم يضغط على الشريان السباتي الايمن والشريان السباتي الايسر اللي بيطلع يغذي المخ، يقوم يقلل الاكسجين اللي طالع للمخ. لما يقل الاكسجين هيزيد مين؟ ثاني اكسيد الكربون، يقوم يحس بمتعة جنسية عالية لحظة القصف. ماشي؟ اكتب كده حضرتك على النت الشبق الجنسي الذاتي، لان للاسف الشباب بيخش على النت يشوف الكلام ده بيقلده. انت راجل المفروض انتوا عارفين قيمه كليه الحقوق بتاعتكم. احنا كان زمان طول عمر مصر دي كان رئيس الوزراء وكل الوزراء من كليه الحقوق. عارفين قيمة كلية الحقوق بجد؟ أنا شخصياً بعد ما خدت الدكتوراه في التخصص بتاعي دخلت كلية حقوق وخدت ليسانس وخدت دبلومة ومستمتع بيها جداً، يعني فمن أمتع الحاجات اللي أنا درستها في حياتي اللي هو القانون، حاجة ممتعة، بس أنا كنت بدرسها بمزاجي، ما أعرفش أنتوا خدتوها غصب عنكم ولا لأ، دي حاجة تانية. المهم فاللي أنا عايز أوصل لك إن المحامي ده شخص مؤثر في المجتمع، المفروض ان هو يكون كده، يعني شخص مؤثر زيه زي الطبيب. فانت حضرتك هتقابل شاب صغير هيكلمك في حاجه زي كده، فالمفروض ان تقول له خلي بالك ان في ناس بتموت من الموضوع ده، خلي بالك في ناس كتير بتتوفى من الموضوع ده، فلازم تبقى عارف الكلام ده. طيب زي ما بقول لحضرتك، الاهل ممكن يخشوا يلاقوا ابنهم عريان يلبسوه، يلاقوا اثر مني في الارض يمسحوه، يلاقوا اي حاجه جنسيه يشيلوها، ومع ذلك نستطيع ان احنا نشخص الشبق الجنسي الذاتي ازاي؟ في ثلاث حاجات لازم نشخصها بيها، اللي هي قلنا الحبل طويل، العقده متحركه، لكن الولد بيعمل الموضوع ده كتير فمش عايز حد يشوف اثر الحبل في العنق. فبيقوم بيعمل ايه؟ بيجيب حته قماش ويلفها مرتين ثلاثه وبعدين يحط فوقيها الحبل. يبقى وجود عازل يفصل ما بين الجلد وما بين الحبل هو من اهم العلامات التشخيصيه للشبق الجنسي الذاتي. يبقى وجود عازل يفصل ما بين الجلد وما بين الحبل هو من اهم العلامات التشخيصيه للشبق الجنسي الذاتي. ساعات بقى بيبقى معاه حاجات تانية، لان ده نوع من انواع الانحرافات الجنسيه، وانا مش هقدر احكي لك الانحرافات الجنسيه كلها لانها يعني انا كاتبها في احد مؤلفاتي حوالي 100 صفحه يعني، فمش هقدر اقولها لك كلها. فبيبقى في بعض الاحيان معاه نوع من انواع الانحرافات الجنسيه، تلاقيه مكتف نفسه، ده نوع بنسميه نوع اسمها الماسوشيه. الماسوشيه ده ما يحصلوش اي اثاره جنسيه غير لما يتضرب بالشبشب او بالجزمه. ماشي؟ هتلاقيه مكتف نفسه عشان يحس بالاذلال. ممكن تلاقيه لابس ملابس سيدات، ده اسمه انحراف الملبس. وبرضه خلي بالكم، انت لازم تبقى عندك ثقافه المجتمع. عندنا في مصر الحسد ده حاجه كبيره جدا، صح؟ الناس بتخاف من الحسد بشكل كتير قوي، فتلاقي الستات اللي في ستات كل ما تخلف ولد بيموت، فتقوم تعمل ايه لما تخلف ولد بعد كده؟ تلبسه لبس الستات، لبس البنات، وتدلعه دلع البنات عشان يعيش. فيقوم الولد لما يكبر نفسه يلبس لبس البنات،
فمش هيقدر يلبسه من بره. هيقوم هيلبسه تحت هدومه، تلاقي راجل ماشي محترم في الشارع كده وزي الفل، وتحت القميص بتاعه لابس ملابس حريمي. ماشي؟ ده اسمه ايه؟ انحراف الملبس. في منه نوعين. واحد ما بيأذيش حد، ده يروح محل ملابس يشتري ملابس الستات ويلبسها تحت هدومه، ده مش هيأذي حد. لكن النوع المؤذي، المشكلة ان هو لازم يلبس ملابس الستات بعرق الستات. بعرق الستات. فتلاقي ايه؟ انتوا تقروا كده في الجورنان ومحدش عارف يفسرها، تلاقي الصحفي مش عارف يفسرها. يقول لك عجيبة، حاجة غريبة جدا، قبضوا على مدير عام داخل يسرق ملابس من عند جارته. هو مش داخل يسرق ملابس ولا حاجة. هو داخل، هو مش عشان السرقة، مش بهدف السرقة. هو داخل يسرق ملابس ستات بعرق الستات عشان هو عنده انحراف الملبس. ماشي؟ فده ممكن يقتل واحدة ست عشان يلحق هدومها. ماشي؟ ممكن يخش يسرق هدوم من بيت عشان ياخد، ده اسمه انحراف الملبس. فأنتوا برضو خلي بالك لما تلاقوا واحدة ملبسة ابنها ملابس ستات قولوا لها لا ما ينفعش الكلام. ملابس بنات ما ينفعش. طيب. ده اسمه إيه بقى؟ ده اسمه الشبك الجنسي الذاتي. ساعات واحد يعمله كيس. يقول لك انا هحط الكيس واعمل العاده السريه واخلص. احنا قلنا الواحد ما يقدرش يتحمل غياب الاكسجين قد ايه؟ دقيقتين ونص لثلاث دقائق. فاللي هيحصل ان الاكسجين عمال يخف جوه الكيس والواد عمال يتخنق. طب ما بيشيلش الكيس ليه؟ لان كل ما بيقل الاكسجين جوه الكيس كل ما متعته عماله تزيد وتعلى لدرجه فوق الوصف. فهو بيتخيل ده نوع من المتعة وهو بيموت. الستات لما بتعملها، موجود طبعا في الستات بس بنسبة ضئيلة جدا، الستات لما بتعملها عادة بتعملها بالكيس.